يا مرحبا يا اهلا وسهلا في كل اللي تابعونا على قناه روتانا خليجيه في حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب. بنجوب في هذه الساعه في مجالات مختلفه وبنحاول نعرف ايش الجديد وايش اخر ما حصل في كل مجال، وايضا اهم الاخبار والسوالف اللي بنحاول نطرحها عليكم بتكون ابديتد، يعني اخر اخبار امس حصلت نعرف ايش رايكم فيها ونتعلم من هذه الاخبار سواء كانت تكنولوجيه او حتى إخبارية أو حدثية من القصص اللي بنسمعها غريبة. قبل هذا كله أمسي عليكم بالخير وأكيد على لمياء غالب. مساء النور عليك طراد، أحب النغمة اللي تقول فيها اسمي لمياء غالب. جميلة جدا، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة أكيد من برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة، وأكيد وكل يوم أقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب. طيب، وموضوعنا حقيقة بكل حب نبغى يعني نسرده على الطاولة ونكون صريحين مع بعض. لكل واحد مننا، لكل شخص مننا، رجل أم امرأة، كبير كان أم صغير، له جانب خاص في حياته، سواء كان جانب غامض أو جانب يعتبر بس لمجرد يعني الاحتفاظ به للنفس. الجانب هذه طبعا يعني بتختلف عمقها وصعوبتها وتعقيدها على حسب كل شخص وعلى حسب عمره أو الفئة اللي احنا بنخاطبها، وهذا طبعا كل الاحترام لكل الأشخاص، لكن ما نختلف أنه كل واحد من حقه أنه هو يحتفظ بهذه الأشياء الخاصة وما يحب يشاركها أي أحد. أكيد طبعا، وغير طراد الجانب الغامض اللي بيكون في كل شخص، كل واحد فينا عنده خصوصيات ما يحب أنه يعبر عنها أو يقولها للناس، أو ما يحب أنه أحد أصلا يتطلع لهذه الخصوصيات ويسألوا عنها. أحيانا يحب يحتفظ فيها لنفسه، خصوصا البنات. يعني أنا حابة أقول للشباب، احذر أيها الشاب أنك تسأل البنت عن عمرها أو وزنها، لأنها يعني بتكون مواضيع جدا حساسة. البنات مو الكل ما يحبوا أنهم يقولوا، أكيد مو الكل. يعني أنت مثلا ما عندك مشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة أبدا، بس في بنات كثير، هو في النهاية يرجع لحسب الشخصية. كل بنت وشخصيتها، هي متصالحة مع عمرها، متصالحة مع وزنها، في النهاية يرجع للشخصية. تراد أكيد بيضحك، تراد شايفين كيف يا بنات؟ حتى لما ما أهرج كمان. عموما سؤالنا كان على هاشتاج ساعته في تويتر، أكثر سؤال ما تحب أنه أي شخص يسألك هو. خلونا نروح نشوف. ناخذ أول رد معانا. أحمد دقنا واحد، أول سؤال واحد يقول وين رايح؟ اثنين إيش قاعد تسوي؟ ثلاثة كم وزنك؟ كم باقي لك سنة في الجامعة؟ سنتين، سنة إن شاء الله، 60 سنة إن شاء الله، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. زعلان أبو حميد. حلو يا أحمد. شكله ما يحب الناس الملقوفة. أبدا. طب دقنا إيش تقول؟ السؤال يخليني شوية وأعطيهم بوكس. حرام انت علمي ليش دخلتي، انت علمي ليش دخلتي هذا القسم، او كان درستي ادبي، ما ادري يستخفوا دمهم ولا يستغبوا ولا ايش يعني. من جد حدي اعصابك دقنا، معلش اعصابك، الحياه حلوه مشي حالك. علاء تقول ليش ما تشبهي اخواتك؟ حقيقي نرفزني هذا السؤال، ليش ما تاكلين هذا وتشربين هذا؟ والله ما ادري بطني ولا بطنكم، والله انك صادقه. الله عليك يا علاء. ما احب الملاقيف من جد. مريم تقول ليش ما تاكلي؟ ليش ما تشربي؟ ليش تشربي نسكافيه؟ يعني النسكافيه مساج مخي، والاكل لاني منتبه لجسمي، احيانا نفسي ارد بمو شغلك بس اقول يا بنت عيب. حلو. الله عليك يا مريم. حلو كرح جماح النفس، بس الله 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 بالانفجار عاد وقتها لو طلع. ايميدو ايش تقول؟ كم نسبتك او كم معدلك؟ كم وزنك؟ ليش ما تزوجتي؟ ليش ما توظفتي؟ حغير الكلام ولا كانه احد سال. الله، هذه التصريف الممتازه يا ايميدو. أيه. كل احد اتوقع. درءا للمفاسد. طيب اماني ايش تقول؟ اي اسئله تخص حياتي الشخصيه ما احبها ابدا. اماني تمثليني 100%. يعطيك العافيه. عندنا مزون عزيز تقول مساكم خير، لما يسالوني ايش اللون المفضل عندك او الماركه المحببه عندك، ويسعد مساكم احلى ثنائي، بس ايش اللي زعل في الماركه او اللون؟ ما اعرف ليش. ما كل واحد قلت له وجهه نظر، وجهه نظر وتختلف باختلاف الشخصيات. ولد جهينة يقول متى بتقتنع عن ركوب الدراجات الناريه او متى بتبيعها؟ يزعلني هالسؤال، الا من امي الله يحفظها، ما ازعل لين تسالني، وتحياتي لكم. اكيد تحياتنا لك يا ولد جهينة. هلا والله. نوره الزهراني تقول اكثر سؤال ما احب اجاوب عليه يوم يسالوني عن عمري، في هذه الحاله اسوي نفسي مسحوره، اقرا علي المخوة. مساكم اربع ثنائي. مساك يا نورة. حبيت. امال النهدي ايش تقول؟ ليش ما تزوجتي للحين مع اني لسه ببدايه العشرين؟ بس للاسف الكثير صاروا ينشغلون عن حياتهم وبيتهم ويتدخلون بغيرهم. طيب انا السؤال، الشيء اللي
اللي ذكرته أماني تحديدا حقيقة يمثلني بشكل كبير. أي أحد يسأل أسئلة خاصة فعليا خاصة تخصني أنا، تخص أهلي، تخص البيت بشكل عام، وأعتقد تفهموا إيش الواحد يقصد، إنه الواحد له خصوصية في مع أهل بيته أو حتى مع نفسه، حاجات أنت يعني لا حد ضف لك ولا حد تنقص منك ولا حد يعني حتخليك تسوي إنجاز في حياتك. الشيء اللي مالك فيه لا تسأل، وهذا الشيء اللي يخلي الواحد شوية يعني يتضايق. يعني مثلا أديك مثال، أنا خرجت من عملي مثلا، أحد يجي يسألني ها إيش صار، أتوظفت، طب إيش بتفكر، طب إيش تعمل. حلو السؤال في أول مرة كأن ينم على الاهتمام، بس بعد كده لا حد تكثر أسئلة، لأنه إذا ما عندك وظيفة لي لا تسألني، إذا ما في حاجة حتضيفني بها لا تسألني. هذا المنطق اللي أتكلم فيه، اللي هو إذا عندك حاجة تقدمها أوكي أسأل، إذا ما عندك شيء لا تسأل يا أخي، لأنه الله يعني أنت تضرب يعني على وتر حساس من جد مثلاً. خصوصا يعني اللي قالته أمال النهدي أنه صاروا أغلب الناس يسيبوا حياتهم وينشغلوا بحياة غيرهم. ليش طيب؟ ليش تسألوا أسئلة ما لها داعي، أسئلة خاصة ممكن أنتوا يعني ما تستفيدوا من سؤالكم حتى؟ بس يعني في ناس عندهم عرق اللقافة نسميه، يعني يكون عالي جدا، يحبوا أنهم يعرفوا تفاصيل غيرهم، تفاصيل حياة غيرهم، ينشغلوا بحياة غيرهم أكثر مما ينشغلوا بحياتهم الشخصية هم نفسهم. يعني مثلا أكثر سؤال أتوقع يواجه البنات وأسئلة جدا حساسة، يسألوا أسئلة خلقية، يعني نقدر نجاوب عليهم برد من جد يوقفهم، يعني أنا ربي خلقني كذا. يعني مثلا تجي واحدة تسألك أنت ليش قصيرة، طب أنا قصيرة، ربي خلقني قصيرة، يعني لا اعتراض على خلق ربي. تسألك أنت ليش سمراء، أيوة خلقية خلقية. فتجي تسألك ليش أنت سمرة، ليش أنت مو حلوة، ليش أنت، أشياء يعني أقدار نقدر نقول بيد ربنا، نحن ما لنا يد فيها أبدا. يعني مثلا أكثر سؤال يواجهني حقيقة ودائما لما أحد يشوفني، أنت ليش ما تزوجتي لين دحين، أقول لهم والله نصيب، ما نقدر نقول النصيب لا، يعني في النهاية هو نصيب ومكتوب بيد ربنا. خصوصا الزواج من الأمور اللي مقدرة ومكتوبة وقسمة ونصيب، نقدر نقول في النهاية فمو بيدي ولا بيدك، ولا أنت إذا سألتيني راح تستفيدي شيء. طب عندك عريس، هذا المنطق اللي أنت بتقولي عليه، هل عندك عريس ولا لا، اللي برضو اللي يرفع الضغط، سؤال عن كم راتب، كم تأخذ، كم تستلم. يا أخي مالك شغل، مالك شغل من جد. يعني اللي أسمع، أنا أقول لكم حاجة، تصدقوا أن نديكم رسالة بعد ما نكمل، لأنه في كلام في القلب مرة كثير، نديكم تكتيك جيد بعد الكومنتات. يلا نروح لمهاوي، تقول كم وزنك أو كم طولك، واضح أني قصيرة ما يحتاج. الله عليك، المراية أوقات تظلم يا مهاوي. عادي توتة تقول لا ما اشتغلتي، ما تبغي تشتغلي، ما أدري قهرتهم أنها عاطلة ولا إيش. من جد عندكم وظيفة، قدم وظيفة. بس شيمو عرفات تقول أكثر سؤال بكرة لما أي شخص يسألني، أنت مرتبطة، ببقى عايزة أضرب البني آدم ده، ردي بيبقى بسيط جدا. وانت الله مالك عليك يا شيم، وانت مالك، هشتاق وانت مالك. أيوة عجبني. سارة بنت فهد تقول ليش انت عصبية وانا مسكينة، انفعل مع عصب. فعلا الناس يختلط من الانفعال والعصبية، وبعدين انت لا تسأل أسئلة مستفزة عشان لا تعصب سارة، الله يرضى عليك. حلو، نروح لسلافة تقول ليش دائما تجلسين لوحدك، أحبني وأحب العزلة، لماذا التدخل بشؤون الناس؟ نعم، وشؤون الخصوصية. نعم والله صادقة. أحمد فاخرجي يقول يسعد لي ربعكم بكل خير، وربعك يا حبيب القلب يا أبو أحمد. يقول الصراحة أكثر سؤال هو كم راتبك وليه ما يزيد، الله. عندك فلوس زوده من جد والله. لا لك لا تسأل. طيب آخر الردود معانا في الهاشتاج مع ذكرى، كم وزنك، كم لك سنة بالجامعة، سلفيني فلوس وارجعها لك لاني ما عاد اشوف ولا ريال غالي. يعني اعتقد تقصد عشان بعد 4 سنين في الجامعه ما في مكافاه، هي دقه جميله. عموما احنا يعني شفنا استعرضنا مع بعض الاسئله اللي ممكن تنرفزنا، وقد نتشارك مع بعض المغردين اللي شاركونا اليوم يعطيهم العافيه بافكار واسئله يعني نفس حياتنا. زي ما أماني توافقت معايا، وفي احد من المغردات امال كان برضو ليش ما تزوجتي، وغيرها كثير. يعني احنا نبي نوصل لمرحلة نحن الأشخاص اللي نسأل نضع حد لهذه المهزلة حقيقة، لأنه من مجرد تجاوبنا يعني بطريقة بسيطة حتلاقي نفسك بتاخذ وتعطي في أسئلة أنت ما تبغى تجاوب عنها. فخليك صريح، خليك واضح. أنا عارف أنه مسألة أوقات للأشخاص اللي يحرجوا أو ما يبغى يحرجوا أحد حتاخذ وقت، لكن خلي الموضوع أمامك. هل هذا الأمر أو السؤال اللي نسأل حيضيف لهذا الشخص أو حيضيف لي،
لا اذا ما اجاوب وردي ايش حيكون؟ لو سمحت انا اعتذر عن الرد او ما احب اتكلم في هذا الموضوع او غير الموضوع في طريقه ذكيه، اذا ما عرفت بالطرق الذكيه اللي هي التحايل قفل الموضوع من قاصر، والله قفل الموضوع ماني حاب اني انا اتكلم فيه. نقطه خليك واضح وصريح وخليك واضحه وصريحه. صحيح اكيد طراد، خصوصا يعني انا ما عندي مشكله ابدا انه انسال اي سؤال، ممكن اجاوب على اي سؤال ممكن يجيني في الحياه، بس اجاوب لمين ومين اللي سألني هذا السؤال يهمني هنا، هذه النقطة جدا تهمني. طب أنت سألتني، أنت شخص قريب مني، يهمك تعرف أشياء خصوصية عني، ممكن وقتها أفرق بين الأشخاص القريبة مني اللي ممكن أجاوب لهم أي جواب ممكن يسألوني عنه، أو شخص ما يهمه أصلا إذا جاوبت الجواب الصحيح، أو ممكن أنه من جد زي ما قلت راد أنه أبتعد بكل سهولة وأتهرب من السؤال أو أعتذر عن هذا السؤال عشان ما يكون فيه حساسيات وكذا أنت توقف كل واحد عند حده وتعطيه حده. لا لو سمحت أنا ما أحب أنك تسألني هذا السؤال، هذا مو من خصوصياتك، وانتهى النقاش بكل بساطة. صحيح أنت صادقة، هو قلتي حاجة مرة مهمة، مين الشخص اللي بيسأل وعلى حسب مين الشخص هنا الرد حيختلف. هل حيكون لطيف؟ هل حيكون جامد؟ هل حيكون بلفة؟ هل حيكون في الوجه؟ أنت ونصيبك عاد، لأنه على حسب مزاجي يعني. أنت كمان اللي يسأل أكيد لازم يعرف مين حيسأل. إحنا طبعا أكيد حيكون عندنا فقرات تانية كثير، واللي بعد الفاصل كيف فقط من فين تبدأ ومن الحالات النفسية والاجتماعية اللي لابد نطلع عليها. ما راح نحرق لكم الموضوع، لكن ما حنخرج كثير عن الحالة النفسية بعد الفاصل في ساعة شباب. جاهزة؟ جاهزة. يلا يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد. اليوم فقرة من فين تبدأ؟ من فين تبدأ سواء من الجوانب النفسية أو الاجتماعية اللي راح نتكلم فيها؟ وأهم الأمور اللي دائما بنواجهها بيننا وبين نفسنا أولا قبل ما نشوفها في غيرنا هي كبت المشاعر وحجزها في أماكن قد تكون وقتها خاطئ وأماكنها خاطئة. لا تكبت، هذا موضوعنا اليوم، لا تكبت مشاعرك أو متاعبك النفسية، واختر من تلجأ إليه عشان نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر وبعمق. شرفنا اليوم الأخصائي النفسي مشاري بن سليم، حياك الله معنا في ساعة شباب. كيف أمورك؟ الله يشكرك. الحمد لله، شرفتنا أستاذ مشاري. أشكركم وشكرا على الاستضافة. واجبنا أكيد، واجبنا. بداية خلينا نبدأ معاك عن أو تعرفنا أكثر عن آثار الكبت أو الزعل. لما بنكبت المشاعر بداخلنا أكيد لها آثار سلبية ممكن تظهر علينا، في ريت تعرفنا على هذه الآثار. هو في الحقيقة الكبت هي أحد الوسائل الدفاعية، عادة ما يتعرض الإنسان إلى ضغوط معينة أو مشاكل معينة يبدأ يتخذ أكثر من إجراءات حالة دفاعية طبيعية، ومن ضمنها الكبت. والكبت أحيانا يكون لفترات طويلة تسبب مشاكل كثير، اللي هو ما يقدر يعبر عن مشاعره بأسباب كثيرة، أحيانا تكون خوف، أحيانا تكون الخجل، وهذه المشاكل يعني عادة تأثر على حياته الاجتماعية بشكل عام. طبعا الأثار عادة تكون في أثار نفسية وفي أثار كمان جسدية، وقد تسبب أمراض أحيانا إذا استمر الموضوع بشكل كبير. يعني أحيانا الأثار النفسية زي ما قلت يكون عنده قلق، عنده توتر، مشاكل نفسية، الخوف بشكل دائم، وهذا حيأثر أحيانا. المشاكل كذلك الجسدية أو المرضية أحيانا يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم، خفقان، أساسها مشاكل نفسية. أيوة. أكيد طبعا تكون مشاكل نفسية وتسبب مشاكل جسدية أحيانا إلى أمراض القلب أحيانا وضغط الدم. هذا اللي احنا دائما نعرفه أنه المشاكل النفسية فعلا أوقات على أبعاد يعني أوقات قريبة أوقات على أعمق بتسبب مشاكل جسدية، وهذا زي ما نقول يا الله مثلا مر في موقف ألم نفسي يقول يا الله قلبي عورني، وفعلا هو يصير فيه ألم في القلب وفي تجلطات وأمور معينة ممكن العلم والطب يشرحها أكثر. لكن خلينا نتكلم على الدوائر الأصغر المجتمعية الأصغر مشاري، يعني حكاية الأطفال في المدارس أو في البيت أو حتى مع أصدقائهم، بلاش الأطفال، خلينا نتكلم بشكل عام. في كل دائرة بنواجه مشاكل وبنواجه ضغوطات ويعني بنلاقي مشاكل وضغط نفسي شيء مو طبيعي. نبغى نعرف بس إيش الأمور اللي لازم نتبعها في 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 الدوائر الصغيرة هذه عشان لا نقعد نشتت نفسنا ونقول لا والله المدرسة تعاملها غير، أو يعني أولا مع نفسي إيش المفروض أسوي كحالة دفاعية وبعد كده أعالج الموضوع تدريجيا. طبعا في البداية طبعا يكون في التنفيس على النفس،
انت تتعرض لضغوطات، انت قادر تتكلم في اكثر من طريقه. تبدا بنفسك اولا، الكتابه، يعني انت مره تمارس الكتابه، اكتب الاشياء اللي ضايقك، حاول تكتب تكتب تكتب، تخلص نفس عن نفسك عن طريق الكتابه، حتى لو ما قدرت بدايه انك تبوح بداخلك. هذه احنا نتكلم على الانسان العاطفي اللي يحب يفرغ مشاعره عن طريق الكتابه او الرسم مثلا. نعم صحيح. نعم. عاطفي. او ممكن كمان تمارس الرياضه. حاول تمارس المشي، الاسترخاء، التنفس، التنفس مهم جدا. انت مره تمارس عمليه التنفس وتاخذ يعني تتنوع في عمليه الاسترخاء بالتمارين واخذ النفس والنفس بشكل عميق بالطريقه الصحيحه. بالطريقه الصحيحه ولها عده طرق معروفه، هذه كلها تساعدك بانك انت تقدر يعني تهدي من نفسك. بعد كذا انت تقدر تلجا للمختصين، سواء اخصائي نفسي، سواء اذا كنت في المدرسه مثلا الى المرشد الطلابي، اذا في البيت ممكن تلجا لاحد اشخاص الثقه مثل الوالد او الوالدين او الوالده. وهذه كلها عوامل خطوات تقدر تساعد. صحيح. عشان احنا بس نخليها يعني بطريقه بسيطه، في عندنا في عشان كمان الناس تعرف، في ناس عاطفيين وفي ناس منطقيين وفي ناس يحبوا الحركه وفي ناس، فعلى حسب كل طريقه اعالج نفسي بالطريقه اللي تناسبني اولا. بعد كذا في مراحل متقدمه اذا زاد الموضوع الجا للاشخاص ذوي الخبره والكفاءه اللي ممكن يساعدوك. صحيح. صحيح اكيد. وكمان استاذ مشاري، الاحتواء شيء اساسي لعلاج مرضى الاكتئاب، نقدر نسميهم بمرضى الاكتئاب. فالاهل او الاب والام لهم دور كبير جدا في احتواء ابنائهم، فايش النصيحه اللي ممكن نوجهها للوالدين؟ طبعا دور الوالدين دور جدا مهم جدا وفعال، لانه عاده الموضوع هذا يبدا من الصغر، من الوالدين وطريقة التربية. فعادة في بعض المشاكل الوالدين لا تتكلم، لا تضحك، لا القمع. لا القمع. هذه أيوة. أنت مرة تقمعه، لا تضحك، لا تتكلم، فهذه كلها الأساليب تسبب تكبد يعني وكبت للنفس، وحيكبر وينشأ عليها انه هو ما يقدر يعبر عن مشاكله، سواء حتى في فرحه. احيانا في فترات الفرح او الحزن، وهذه كلها ما حيقدر يعبر عنها اذا كان هو في هذا الكبت، لانه نشأ وكبر وتربى على هذا. عطي الطفل حريته، هذه نصيحه لاولياء. ومهم جدا جدا التشجيع، ثم التشجيع، ثم التشجيع. شجع طفلك. يعني في ترغيب وترهيب. أيوة. بالضبط. حلو. بالضبط. انه اعطيه حريته، وكذلك اني اشجعه، لازم اعلمه المبادره، اخليه يتكلم، اعطيه مبادره، اخليه احاول اكثر من ذلك، انه هو بنفسه بدل ما حاجه اسوي الاب، بدل ما هو يعطي صدقه بنفسه يعطيها ولده، خليه هو يروح يقدمها مثلا في المدرسه، يكون في الصفوف الاولى، يحاول انه كذلك يشارك في الاذاعه المدرسيه، وهذا مهم جدا. صحيح. يشارك، يكون بد حتطلع شخصيه قياديه مشجعه، يكون رائد فصل، يكون مرتاحه ومتصالحه مع نفسها. ثقته بنفسه كمان تكون جدا عاليه وقتها. بالضبط. طيب. طب خلينا عشان نوضحها، اخر نقطه اللي ذكرتها في حكايه انه يبدا من البيت اول شيء. صحيح. يعني من المنزل تبدا التوعيه هذه والعطاء هذا النفسي اللي بياخذه الطفل، بعد كده يقدر يفرض هذا العطاء ويكمله في المدرسة. أكيد. يعني مستحيل يبدأ من المدرسة. صحيح. صحيح طبعا. والأفضل يبدأ من البيت. أنا ليش قاعد أكد عليه أنه حقيقي في أباء وأمهات للأسف الشديد زي ما ذكرت، عشان يسكتوا أبنائهم أو عشان يخلوهم يسمعوا الكلام يقوموا يعني يصارخوا لهم أو حتى يضربوهم أو ما إلى ذلك، فما يصير في تعبير، وهذا الشيء جدا مزعج. أكيد أكيد طبعا. طيب أنا بتكلم على نقطة ثانية، في شخصيات خلينا نقول بطبعها مهما أعطيتها من حرية تظل خجولة، سواء من أطفال أو مراهقين أو شباب، حتى شباب صغار، ما أحب أقول مراهقين، شباب الصغار. يعني طريقة تنفيس أو إظهار المشاعر صعبة عنده، إيش ممكن ننصح هذه الشخصية؟ والآن كلكم بتتابعونا، شباب وبنات، كبار أو صغار كنتوا، مو مشكلة حتى لو كنتوا كبار، ترى إحنا نبدأ نعالج نفسنا بنفسنا ونيفر تو ليت. فإيش نسوي مع الناس الخجولة؟ طيب هو عادة الشخصية الخجولة أو من أسباب الكبت أنه هو خجول. شيء طبيعي. الشخصية الخجولة هو يعني في العادة يكون عنده كبت، لأنه هو ما يقدر يعبر عن مشاعره بسبب خجله. خجله هذا عائق. يعني طبعا الكبت أسباب كثيرة، مو بس الخجل، أحيانا يكون خوف، أحيانا يكون ما عنده، يخاف من الانتقاد أو خوف من موقف معين، أو تربى زي ما قلنا قبل أنه على القمع، فبالتالي هو صار نشا على كذا. لكن الخجول هو دائما صفته خجوله، فبالتالي هو ما حيقدر يعبر عن نفسه. طبعا
طبعا نفس الموضوع اللي هو اعتمد قلنا التشجيع لازم يشجع نفسه لازم يكون عنده ثقة بنفسه لازم يزرع الثقة بنفسه ويكون مبادر بس كيف يكسر هذا الحاجز كيف الكسرة يعني هذه تحصل الكسر الحاجز هذا يحصل بعدة عوامل في ممكن الطريقة التدريجية يحاول يعود نفسه يتكلم مثلا قدام المراية مثلا قدام المراية قدام المراية وأحيانا يتكلم بعد كذا مع اثنين ثلاثة من أصحابه المقربين شوية مع والدته وأسرته المقربة شوية توسع مع أصحابه هل تنفع حكاية أصور نفسي بكاميرا وأشوف نفسي بعد كذا طبعا كثير؟ طبعا أحد جربها أعرف ونفعت معها كثير طبعا أكيد هذه الحالة وأحيانا يكون الإقحام أحد الأساليب المهمة انه انت تخاف مثلا من الكاميرا مثلا وزي ما انا سويت مع نفسي مثلا كنت صخشية خجولة وفجأة اقحمت نفسي قلت لازم اطلع في كاميرا وطلعت على الشاشة وبدأت اتكلم ما شاء الله منور الله يسعدك يعني الاقحام انه خلاص انا شيء خايف منه اواجهه واطلع بشجاعة وبكل ثقة واجي وابدأ واتكلم وهذا كمان من الأساليب إنه أنت تكسر الحاجز الخوف. حلو. يعني الأشخاص الخجولين هم اللي حيعالجوا نفسهم هم اللي حيساعدوا نفسهم بنفسهم. طبعاً لازم تكون المبادرة. طب في أشخاص عندهم خوف من بوح المشاعر بيخافوا زي ما ذكرت إنه يكونوا خايفين من ردة الفعل ممكن فما يحبوا إنهم يتكلموا كثير زي ما بيقولوا دائماً من السهل أن تجد من تتحدث إليه ولكن من الصعب من تجد أن تثق به. فهذولي كيف ممكن على أي أساس نحن نختار الأشخاص اللي ممكن نبوح لهم بأسرارنا أو مشاعرنا؟ طبعاً الموضوع هذا مهم جداً إنه أنا أبوح لمين أو أتكلم لمين أو مين الشخص اللي ممكن يكون مناسب إن أنا أتكلم معه طبعاً مهم جداً يكون أول شيء الشخص هذا يكون في بينك وبينه ثقة عامل الثقة بينك وبينه لازم يكون جداً عائل عشان أنت مرة تتكلم تعرف إنه هذا الشخص حيحافظ على أسرارك ويحافظ على خصوصيتك وبالتالي حيساعدك طيب. النقطة الثانية إنه يكون شخص مختص أو عنده خبرة كافية يعني شخص يعني يكتفي إنه ثقة وكذلك يكون شخص كأخصائي نفسي ما ينفع آخذ مشورة أحد أصغر مني أو في أنا ما أتكلم على العمر لأن في ناس أصغر مني يفهم لكن أيوة مو شرط لكن بشكل عام أيوة. بشكل عام في الغالب مو أحد أقل خبرة مني بشكل بالضبط أيوة. طبعا لكن مرة يكون شخص مثلا أعلم مني أو شخص متخصص أو شخص أحد الوالدين الكبار أو أخوي الكبير أو أختي الكبيرة مثلا عندها خلفية عن الموضوع أنا متعرض كذا كذا يبدأ هنا يكون في حوار ويبدأ يتناقش هذا فمهم جدا إنه يكون شخص مختص وثقة أيوة ويكون ثقة كمان إحنا تكلمنا على الشخصيات الخجولة لكن يظل في لأنه أنا عشرت نوعين صراحة من شخصيات الخجولة في نوع يتحمل يكون أصلاً من شخص يتحمل الكبت هذا لفترات طويلة جداً ممكن سنوات نعم. وفي نوع ما يستطيع التحمل فهنا الفرق فاللي قارن نفسه بس عشان لا تروح علينا الفكرة هذه أو النقطة هذه في ناس تتحمل وفي ناس ما تتحمل فلا تقارن نفسكم بأي شخص آخر خجول ممكن هو عنده طريقة تنفيس بينه وبين نفسه فهذا شيء جداً مهم طيب لو إحنا الآن ونختم بهذه الفكرة لو إحنا الآن بهذه الحالة اللي حقول لك يا أستاذ منشاري في حالة ضغط نفسي الآن وفي حالة ضغط من الهموم جات فجأة وأصبحنا خلاص ما إحنا قادرين نتنفس أول حاجة عشان ننقذ نفسنا بعد ما شفنا نفسنا في تخبط حالة من التخبط وما إحنا عارفين إيش نسوي ولا أحد حولنا ما إحنا قادرين نساعد نفسنا إيش أفضل طريقة عشان ننقذ نفسنا بنفسنا من هذه الحالة أو هذه الموجة اللي دخلناها مهم جدا إنك أنت ما تخال يعني ما تحاول إنه أي ضغوط أو أي حزن أو أي مشكلة تسيطر عليك مهم جدا انه اذا سيطرت عليك هذه المشاكل او هذه الضغوط انت حتتمكن منك انت بعدين حتواجه صعوبه كثيره انك انت تتخلص منها لازم يكون زي ما يكون عنده مبادره داخليه اذا انا المتمكن اولا الاول طبعا جدا الاهم انه انت يعني خلينا في نقطه مهمه انه كثير حتى مره تروح انت لاخصائي نفسي او عندك مشكله معينه انت متى او رغمت انك تجي انت ما عندك قابليه انت انك تتعالج او انك أيوة. او انك صحيح. ما عندك انت مت مقتنع بعلم النفس مثلا او هذا التخصص لو اجتمع عليك الاخصائيين العالم كله ما حيقدروا يعالجوك اذا القراءه تبدا من الداخل انت لازم تكون مقتنع انك انت عندك مشكله وانك انت محتاج انك تطلع من هذه المشكله وممكن انه هذا الشخص حيعالجني اذا طبعا لازم انت تحدد ايش المشكله اولا انه تحدد ايش هي المشاكل اللي عندك
وكيف ممكن تحلها ولازم تستعين في مين. وبالتالي انت هذه النقطة الأساسية الأولى. وبعد كذا لا يمنع انك انت تستعين بالمختصين، تستعين بالاستشارات للناس الكبار او الناس اللي حولك. فالبداية زي ما تفضلت وأكد عليها تبدأ من نفسك الداخل. أنت أولا أكيد طبعا الأخصائي النفسي مشاري بن سليم، سعدنا كثير بتواجدك معنا اليوم بكل المعلومات والنصائح اللي قدمتها للأشخاص سواء صغار أو كبار، وأتمنى أكيد أنه مشاهدين يكونوا استفادوا من جميع المعلومات اللي طرحناها اليوم صحيح. في نقاشنا. شكرا لك سيد مشاري. أنا ولا أتحدك بس أضيف حاجة أخيرة يعني من واقع خبرة شخصية، أنه مهما كانت مهما طال الوقت انك تلاقي الشخص المناسب عشان تعرف مين تلجأ ومين لمين ما تلجأ، خذوا وقتكم ولا تستعجلوا في اختيار الاشخاص، ولا تخلوا عاطفتكم دائما هي اللي محركه لاختياراتكم. حكموا عقولكم، لانه اوقات في ناس يعني للاسف الشديد يقلبوا الطاوله عليكم. بعد الفاصل حنشوف الطاوله حتنقلب على مين في اي قصص من شفناها اليومين اللي راحت في سوالف واخبار على ساعه شباب. لم يمجهزت لنا حاجه جيده ان شاء الله. اكيد طبعا حنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. يعطيك العافيه. يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. طيب نبدأ أول خبر؟ نبدأ أول خبر. مشكلتي أنا لما أكون في مواضيع فاتحة تحت الهواء وتصير في تكمل معاك مشكلة. أي أيوة والله. خبرنا الأول جميل جدا وحيحفز كثير من الطلاب، وحيصير في إنصاف أكثر على المجال أو الصعيد التعليمي. ليش؟ الموضوع يقول ربط القبول في الجامعات بدرجات المواظبة والسلوك. شلون؟ كيف؟ ايش صاير؟ في تفاصيل الخبر. يودع طلاب التعليم العام ظاهرة الغياب الجماعي اللي أصبحت عادة ما تسبق الاختبارات والإجازات في كل سنة زي ما احنا بنشوف، واحنا برضو الآن قدامنا إجازة أسبوع، شوفوا الناس كيف قد ايش غابت. إذ ما بدأت وزارة التعليم فعلا في تطبيق ربط ما يتحصلون عليه من درجات في المواظبة والسلوك اللي هي 100 درجة لكل طالب وطالبة بقبولهم في الجامعات. ذكروا أنه ارتفاع نسب الغياب اللي تسبق الإجازات والاختبارات بالإضافة إلى بعض حالات عدم الانضباط السلوكي التي تظهر بين فترة وأخرى في المدارس تؤرق مسؤولي التعليم وكافة المنتمين إلى العملية التربوية، وهو مقاد إلى طرح مثل هذه الدراسة بجعل درجات المواظبة والسلوك ذات قيمة مؤثرة في عملية قبول الطالبات أو عفوا الطلاب في الجامعات. ذكروا أيضا في الخبر أنه التغذية الإيجابية الراجعة لهذا التوجه ربما تدفع وزارة التعليم للتوسع في عملية ربط درجات المواظبة والسلوك برضو في كافة مراحل التعليم العام، يعني ما حتقتصر بس لمراحل التوجيهي، بالقبول في عدد من المعاهد والكليات العسكرية وغيرها من الجهات اللي لها نفس هذه العلاقة. وعشان طبعا كل هذه الأمور عشان يحققوا هدف جدا مهم، يرفعوا مستوى الانضباطية والجدية في المدارس. فعلا احنا نحتاج هذا الامر، وكويس ما طبقوه على ايامنا من 10 سنوات. لا كنت حقول لك يا ريت طبقوه من ايامنا، تصدق كنت حنقبل في كل مكان. ما شاء الله عليك يا لميا. حقيقي لميا انت هنا في البرنامج بتيجي قبلنا ب10 ساعات، ما شاء الله عليك. كيف اهم شيء الانضباط في السلوك هو اللي يقيمك سواء في دراسه في عمل في كل مكان. يعني اتوقع هذه من الاولويات اللي لازم تكون موجوده في كل شيء. يعني حتى انا احتاج واطالب ان يكون في شهادة امتياز للموظف المثالي. نعم ليش في شهادة امتياز تفوق للطالب المثالي وما في امتياز والله للموظف المثالي؟ والله في قلبها كثير يا جماعة الخير. ايش فيها حسستين احنا ظالمين؟ امزح بالعكس يعني نمزح. تفضلي خبرك الثاني بعد ما مزحت. خلونا نروح لخبرنا الثاني الموجود معانا اليوم فقرة الأخبار والنوعات، وخبرنا عن برازيلي يحصل على أول وجه مطبوع بتقنية الـ3D. في تفاصيل الخبر اللي أصبح فيه أحد الناجين من ورم سرطاني، تسببت هذه الحادثة في إحداث كبير ثقب كبير في منطقة العين والأنف وكمان الوجنة، ويعتبر أول شخص يحصل على وجه مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في نقلة نوعية اعتبروها لعمليات التجميل. طبعا زي احنا شايفين تخلص الرجل من تشوه واضح في الوجه، وحين وصل إلى ابتكار رائد يستخدم تطبيق مجاني على الهاتف الذكي لتصميم وطباعة صورة ثلاثية الأبعاد للجزء المفقود من الوجه. وطبعا عرض عليه إجراء عملية مبتكرة وصمم النموذج الأولي من
وجه المريض على طابعة منخفضة التكلفة من أجل إنشاء قطعة السيليكون، وبعدين أنهي التصميم من قبل أحد الفنانين اللي تطوع لإضافة ألوان طبيعية وملمس واقعي وتجاعيد كمان لإضفاء تفاصيل طبيعية مناسبة، وحتى تمت إضافته وينتظر طبعا نتائج نجاحه. طبعا نحن شايفين في الصور جميع المراحل اللي صارت لأحد الناجين من الورم السرطاني اللي كان الورم بالتحديد في العين ومنطقة الأنف وكمان جزء من الوجنة، ولكن بعد ما قدروا من هذا الابليكيشن الموجود في الجوال المجاني انهم يصمموا له صوره ثلاثيه الابعاد عشان يقدروا انهم يصنعوا له شيء يقدروا يركبوه على وجهه او قطعه تتركب على وجهه. انا اتوقع انه حيكون ثغره كبيره في عمليات التجميل. شوفي، هي المساله هذه ما هي جديده، من قريب ال 15 سنه موجوده، ولكن الان جددوها في حكايه ال 3D وانهم يعني طوروها اكثر. هي مساله طبعاً. تطوير اكثر، نسال الله السلامه دائما وابدا، وفكره جميله جدا يعني حقيقي اشتغلوا عليها كثير في التطوير. حننتقل إلى تقنية جديدة اللي بتتيح للأجهزة الإلكترونية أنها تصلح نفسها بشكل ذاتي. معقول؟ كل شيء معقول في ساعة شباب، وكل شيء معقول في الأخبار الغريبة العجيبة. أسمعي لمياء، يقول لك طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تتيح للأجهزة الإلكترونية إصلاحها نفسها ذاتيا إذا انكسرت باستخدام نوع من الحبر المغناطيسي، لدرجة أنه هذه التقنية تسمح بإصلاح كسر يصل عرضه إلى 3 مليمتر، وما يمثل رقم قياسي جديد في هذا المجال. وغير كذا ممكن تصلح نفسها في نفس المكان إذا انكسرت مرتين، ما عندها أي مشكلة. تفاصيل الخبر، ويقول الفريق البحث تحديدا أنه من الممكن استخدام هذه التكنولوجيا بأساليب مختلفة بأساليب مختلفة في إصلاح البطاريات ووحدات استشعار الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، لأنها تعمل بشكل أسرع في إصلاح المواد ولا تتطلب أي تدخل خارجي. والهدف من هذا البحث هو تطوير منظومة ذكية ذات قدرات مدهشة في مجال الإصلاح الذاتي باستخدام مواد رخيصة جدا يسهل العثور عليها، وأنه الحبر الإلكتروني اللاصق اللي ذكره برضو في الخبر يقدر أنه يصلح الأجهزة الإلكترونية حتى إذا ما انكسرت أكثر من مرة في نفس المكان. دائما الواحد يقول لو انكسرت خلاص. لا يعني أنا ماني فاهمة، دحين إذا انكسر جوالي أقدر أصلحه ذاتي؟ لحاله أنت ما تصلحيه؟ لحاله؟ هو الحال هو يتصلح؟ سبحان الله، يقول لك إذا انكسر مرتين في نفس المكان يلا نعيش ونشوف. نعيش نشوف، إي والله. على الطاري هو في الولايات المتحدة طبعا، اليوم هو ترامب تعين رئيس، صحيح؟ صحيح طبعًا شفناه في كل وسائل الأخبار. الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية برضو، يعني عطفا على أنه هذه الباحثين موجودين في أمريكا. عموما مشاهدينا، خلونا ننتقل مع بعض لخبرنا الأخير الموجود معانا في فقرة الأخبار منوعات، وأنا متأكدة أنكم ما شفتوا قبل كذا اللي راح تشوفوه في هذا الخبر حين تنشق الأرض. طبعا في تفاصيل الخبر، انشقت إحدى الطرق الرئيسية في قلب شارع من 5 مسارات في مدينة جنوب غرب اليابان، زي ما راح نشوف في الصور اللي معانا، مخلفة حفرة كبيرة يبلغ طولها حوالي 20 متر، وكمان يتوسطها مجرى مائي بالقرب من أشغال نفق المترو الجارية حاليا بالمدينة. وطبعا ذكرت تقارير إعلامية أنه هذه الفجوة ظهرت بسبب أعمال البناء الجارية تحت الأرض، وهو الشيء اللي خلى أو دفع إلى تآكل التربة وانشقاق الأرض، ولم يخلف الحادث إصابات في صفوف المواطنين. يعني الحمد لله جات سليمة في النهاية وما كانت في أي إصابات، ولكن عمق الفجوة اللي وصل إلى 20 متر تحت الأرض هذا الشيء المفجع، وكانت أسبابه أكيد أنه ما كانوا أعمال بناء جارية كانت تحت الأرض، ما كانوا كثير مهتمين في هذه الأعمال مما تسبب إلى هذه الفجوة. الكوارث موجودة في كل مكان في أنحاء العالم، ولكن والله شيء مفجع. انا ما توقعت، انا توقعت في صوره، شفت الخبر بصوره بس، الفيديو اول مره اشوفه في لحظه الانهيار، واضح انه من الطرفين انهار، بعد كذا اخذ وقت عشان انهار من المنتصف، لكن الله يسلمنا من كل أكيد من كل طبعاً الشرور. طبعا جات سليم الحمد لله، ما كان في اي اصابه. احنا وصلنا طبعا لنهايه الاخبار والسوالف، مع انه يا ريت نزود خبر بعد كذا يا منيره. حنطلع فاصلنا. انت 3 وانا 2. لا ايش بس بتقرين اي شيء زياده، اي حاجه، اي حمل علي ليه امي. عموما مساعدين، خلينا نطلع فاصل قصير، راح نرجع لكم بعد الفاصل. نريح بعد الفاصل.
يا هلا وسهلا من جديد، ساعة شباب وفقرة المواهب الفنية، واليوم موهبة مختلفة وصوت مختلف حنتعرف عليه وبنشوف ايش عندنا اليوم في هذه الفقرة. اكيد طراد، لانه ضيفنا اليوم دخل مجال الفن من عمر صغير واكيد كمان يملك صوت جميل. واسمحوا لي ارحب بضيفنا الموجود معنا بالاستديو معاذ الحربي. يا هلا فيك معاذ. اهلا وسهلا، كيف حالك يا معاذ؟ ان شاء الله طيب. تمام، ايش اخبارك؟ الحمد لله، الله يسعدك يا رب. بداية بنعرف معاذ، مين اكتشف موهبة الغناء فيك، وكمان متى كانت الانطلاقة الفعلية لك في مجال الفن؟ والله الانطلاقة تقريبا من 3 سنوات. والاكتشاف الموهبة كان من أصدقائي وبعض الأهل. يعني حلو، من 3 سنوات بديت تغني تقريبا. يعني بس قريب من صغرك يعني. أكيد كنت يعني الموهبة موجودة من الصغر، لكن يعني قريب زي ما تقول اللي بديت أغني زي كذا. حلو، شيء جيد أن الموهبة تكون موجودة من الصغر، لكن مين أهم حاجة إحنا دائما نتذكرها، مين أكثر شخص شجعك وخلاك تستمر من صغرك إلى أن انطلقت من 3 سنوات؟ يعني مين أهم الداعمين؟ بصراحة بعض الأصدقاء، مو الكل يعني، بعضهم كانوا مرة مشجعين يعني. ليش الباقيين ما كانوا داعمين؟ مو داعمين، أنا يمكن مقصر شوية يعني صراحة. يعني ما أغني كثير زي كذا. لا بس ما كان في سبب مخليهم إنه مثلا قال لا تغني أو شيء؟ لا لا لا، ما حد قال لا تغني، بس إنه ما يدروا، بعضهم ما يدروا إني أغني زي كذا. أوكي. طيب إيش راح تسمعنا معاد؟ إن شاء الله أغنية لصوت طرى سلام. أوكي. يا رقيق المشاعر. الله نسمع. يا رقيق المشاعر، وين راح الحنان؟ ليه ما شلت قلبا طاح قدام عينك؟ الزمن هو زمانك، والمكان المكان، وآخر الشعر كلمة تسألك عنك وينك؟ من تقهويت صوتك سولف الزعفران، عاد وشلون فنجال تمد يمينك؟ يعطيك العافية. الله معاذ. طب كمان سمعنا انه عندك محاولات في العزف على آلة العودة، بسألك يعني انت هل بوجهة نظرك انه اي فنان لازم يكون عازف؟ هو مو شرط يكون عازف، لكن الفنان اللي بيعزف بيكون في ليفل اعلى من اللي ما بيعزف، يعني مستوى اعلى. يعني ايش الفرق؟ يكون عنده الإمكانية العزف يعني في أي وقت، ما يحتاج يجيب عازف وزي كذا، يقدر يغني في أي وقت. أيوه. يعني العزف بيساعد كثير في الغناء، وهذا احنا عارفين، خصوصا العود يعلمك المقامات صحيحة. صحيح. يعني ما حتى يعني إذا خرجت تتذكر بنفس العزف. طب لأي مدى تحس إنه السوشيال ميديا، احنا نعرف السوشيال ميديا وقوتها، ممكن في الآونة الأخيرة أصبحت شوية في تدهور بسبب بعض المواضيع الاجتماعية، فصار الناس شوية زي ما يقول طفشت من مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بشكل عام قد ايش تهمك السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا لها تأثير كبير صراحة هذه الفترة، يعني الفنانين اللي قبل ما لقوا الدعم من السوشيال ميديا زي دحين يعني، ما كان في سوشيال، دحين توصل الموهبة عن طريق السوشيال ميديا بسرعة. أسهل. يعني وأسهل توصلها من خلال مقاطع مثلا تنزلها، بتنزل مقاطع انت معاك؟ بنزل مقاطع صوتية قريب يعني. كيف اقبال الناس عليها؟ والله كثير في كومنت كويس وحلو يعني، استمر. في ناس بينتقدوا؟ انتقادات ما صراحة ما اقدر اقول لك ما في، لكن انا ما جاتني انتقادات يعني عبر هذا، يمكن ما قد جاتني. القريب او دائما يعني الانتقادات كل ما زاد متابعين مكان. كل ما زاد بالضبط. الانتقادات موجودة في كل مكان، ولاي صحيح فنان صحيح ممكن يتوجه لانتقادات. طيب ايش راح تسمعنا معاذ؟ حاضرين، ايش تبغى؟ موال حجاز نقول؟ نسمع موال حجاز. يا ثمل الجفون بغير سكرنا، لا تدري بطرفك ماذا جناه. يا ثمل الجفون بغير سكرنا، لا تدري بطرفك ماذا جناه. بقلب لا يلي
صفاه لكن لهذا السحر ما قويت قواه. هنا لهواك في الأحشاء جرح مضى عنه الطبيب وما دواه. محال برو إلا إذا ما تلاصقت الجوانح والشفاء. يا حبيبي معاذ، طب ابغى اسالك معاذ، ايش الالوان الغنائيه اللي انت تحب دائما انك تغنيها وتحس انها قريبه لقلبك؟ بصراحه انا احب الطربي اكثر من السريع، لان احس الطربي يعني هو اللي فيه له ماده صح، يعني ماده فنيه صح اكثر من السريع. بس انا شايفه انه السريع ليه جمهور اقوى نقدر نقول من الطربي، خصوصا يعني في الفتره الاخيره. ايوه الشباب كذا اكثرهم يبغوا سريع، هو السريع ما فيه الكويس، فيه اللي يعني اللي تحسه يعني. انا احس صراحه عن نفسي اميل للطربي يعني. ولا مانع اذا في يعني سريع حلو كلمات ولحن ما في مشكله يعني. طب مين من الفنانين الطربيين اللي تحسهم قريبين لك؟ صراحه في كثير والله، لكن تبي الساط الله سلامه اقرب شخص لك. طيب 3 سنوات من انطلاق على ارض الواقع في الغناء، معاذ متى عملك الخاص ممكن تطلق؟ وهل في بالك الان لسه وراك دراسه او ايش بالضبط عندك عشان ما اخر هذا كله؟ حاليا انا جامعي، درس في الجامعه. وان شاء الله ليش ما شاء الله سنه كم الان؟ لا اولى جامعه. اولى جامعه اوكي. منتظر تنتهي يعني؟ تقريبا ايوه، ما في مشكله اني انزل سنجل قصدك يعني سنجل عادي ما في مشكله انزل، لكن يعني زي اذا جاء وقتها ولقيت الكلمات واللحن الكويس يعني ليش لا؟ ان شاء الله نبدا. حلو حلو، اكيد معاذ نتمنى لك كل التوفيق في المجال الفني، ان شاء الله نشوفك قريب مطرب في الساحه الفنيه كبير. واكيد معاذ الحربي شرفتنا بوجودك اليوم معنا. شرف لي والله. شكرا لك معاذ، شكرا على الاستضافه. يعطيك العافيه. يعني احنا وصلنا صح لنهايه هذه الحلقه، لكن اكيد دائما في بعض الكلمات اللي تكون في الخاطر، في خاطر انا ولمياء، وتحديدا يعني في مواهب الفنيه بنحاول نسلط الضوء على يعني اكثر الشباب والبنات اللي عندهم مواهب وعندهم طموح انهم يوصلوا في يوم ما الى مرحله عاليه في ان شاء الله في حياتهم. ويعني احتضان المواهب من البدايه او تسليط الضوء عليها واحتوائها ترى شيء جدا مهم عشان يوصلوا لمرحله جدا مهمه. وفي الاخير شباب اليوم هم رجال الغد زي ما احنا عارفين. نستنى كل افكاركم واقتراحاتكم على ايميل البرنامج اللي ظهر على الشاشه، وايضا هاشتاج ساعه شباب. اللي عنده موهبه وعنده اي حاجه حياكم الله، المكان مكانكم. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، واكيد راح نلقاكم بكره بنفس الوقت من الساعه 4 الى الساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم في امان الله، معاكم انا لمياء غالب، وانا كنت معكم طلعت سندي، اقول لكم في امان الله كونوا بخير، مع السلامه.